بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا وناصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعين الكرام. أيها الإخوة الكرام، سر اليوم الذي سنضعه إن شاء الله في هذه الحلقة وهما ركعتان بسر سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذه الركعتان لقضاء الحوائج كافة في نفس الساعة وفي نفس الوقت، ولن تقوم إن شاء الله من مقامك حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى لك بفضل هذه الأسماء وبفضل هذه الصور التي ستقرأها إن شاء الله في هاتين الركعتين. فإن كانت لك حاجة عند أحد من خلق الله تعالى أو أمر من الأمور أو أي حاجة أنت تريد قضاءها أو جمع شمل أو تجارة أو غير ذلك من جميع النجاحات، فإن هذه الركعات عجيبة أيها الإخوة الكرام، وفيها سر الله تعالى الإجابة، وكل من عملها يستجاب له بإذن الله تعالى. فيها من التجليات والخيرات والكرامات والنورانيات ما إن شاء الله سيسر قلبك ويذهب عنك الحزن والمشاكل وتقضى حاجتك بإذن الله تعالى. وكل من يستعمل هذه الركعات فإنه إن شاء الله ينصر الله تعالى على أعدائه ويقضي حاجته ويحفظه من كل ظالم وكل جبار، ويرفع عنه الظلم ويجعله الله سبحانه وتعالى لا يدافع ولا يهاجم، فيعيش في أمن وسلامة ورخاء، ويحفظه الله سبحانه وتعالى من شماتة الأعداء ومن شماتة الأحباب ومن شماتة القريب والبعيد، ويعزه الله سبحانه وتعالى. فعليكم بهذين الركعتين أيها الإخوة الكرام، ومن استعملهما وصلى هذه الركعات يدعو الله سبحانه وتعالى في حاجته، فإن الله سبحانه وتعالى يقضيها له كأنما كانت بإذن الله تعالى كما وصفت لكم. وهي ركعات عجيبة أيها الإخوة الكرام يعتمد عليها. وكيفيتها أن تتوضأ وضوءا صحيحا وتكبر لصلاة هذه الركعات. عندما تكبر تكبيرة الإحرام تصلي ركعتين، تقرأ في الركعة الأولى عندما تكبر تكبيرة الإحرام تقرأ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقرأها 7 مرات، ثم تقرأ الفاتحة الشريفة، تدخل في الفاتحة الشريفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الفاتحة. ثم تقرأ سبوح قدوس رب الملائكة والروح. واحفظوا هذه القاعدة أيها الإخوة الكرام وركزوا معي جيدا في هذا الأمر، فإنه غاية أيها الإخوة الكرام. تقرأوا سبوح قدوس رب الملائكة والروح بعد قراءة الفاتحة، كذلك تقرأها 7 مرات، فإذا انتهيت منها تقرأ سورة ياسين. تقرأ سورة ياسين 7 مرات. من كان يحفظ سورة ياسين يقرأها عن ظهر قلب، ومن لم يكن يحفظها فيكفي أن يأخذ مصحفا ويقرأها 7 مرات.
ومن لم يستطيع الوقوف فليقرأها وهو جالس على كرسي أو على ركبي. وبالأخص في هذا الشهر الكريم، فإن الحاجة التي كانت عندك متوقفة منذ سنين أو منذ أعوام أو منذ شهور أو منذ فترة وتريد قضائها، فقرأها في هذه الليالي المباركة، فإنك تستجاب إن شاء الله تعالى سريعا. ثم بعد قراءة سورة ياسين تركع وتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح 7 مرات في الركوع وفي السجود. لكن أيها الإخوة الكرام، هناك فرض عند الركوع، تقول سبحان ربي العظيم وبحمده أولا، لا تدخل في سبوح قدوس هي الأولى، تقول سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات، ثم تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح 7 مرات، ثم ترفع رأسك تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وتسجد، وتقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، لأن فيها الأولى فرض، تقرأها 3 مرات، ثم سبوح قدوس رب الملائكة والروح 7 مرات. حتى لا أطيل عليكم في الكتابة فإني أشرحها لكم مشافهة أيها الإخوة الكرام. هذه الركعة الأولى، أرجو أن أكون قد وضحت إليكم الأمر جيدا. تكبير ثم تقرأ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، بعد تكبيرة الإحرام تقرأ سبوح قدوس رب الملائكة والروح 7 مرات، ثم تقرأ الفاتحة، ثم سبوح قدوس رب الملائكة والروح 7 مرات، ثم تقرأ سورة ياسين الشريفة 7 مرات، وعند الركوع تركع وتقول سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات، سبوح قدوس رب الملائكة والروح 7 مرات، وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، سبوح قدوس رب الملائكة والروح 7 مرات في كل سجدة. ثم في الركعة الثانية نفس الشيء، الركعة الثانية نفس الشيء، تقرأ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم الفاتحة، ثم سبوح قدوس رب الملائكة والروح 7 مرات، ثم سورة الملك، ثم سورة الملك 7 مرات، وتكمل الركعة الثانية بنفس الطريقة للركعة الأولى، ثم إذا سلمت فاسأل الله سبحانه وتعالى حاجتك. اعملوا هذه الركعتين أيها الإخوة الكرام، عليكم بها في حوائجكم، في تجارتكم، في أي حاجة تقف أمامك، في كل مشكل يعترض حياتك، اعتمدوا عليها، احفظوها أيها الإخوة الكرام، فإنها فيها سر الله سبحانه وتعالى. ومن العارفين بالله من كان يعطيها لتلامذتهم فيدخلون بها الخلوة، عند بداية دخول خلوتهم يدخلون بهذه الركعتين لكي يفتح الله سبحانه وتعالى باب التجلي في خلواتهم، وتنجح خلوتهم سريعا، ويفتح الله تعالى عليهم من الأسرار والكرامات والخيرات، ويروا شاهدون فيها من الخيرات ما تعجز عنه الأوصاف، وذلك في الخلوة بشروطه ورياضته وصومه وغير ذلك. لكن في أول بداية كانوا يدخلون بهذه الركعتين، وهي عظيمة، عظيمة القدر، وكذلك كانوا يستعملونها في وسط الليل أثناء الخلوات، يستعملونها في وسط الليل أو في الثلث الأخير من الليل، ليكون سرعة التجلي وسرعة الفتح من الله سبحانه وتعالى فيها أسرار سورة ياسين وفيها أسرار سورة الملك، وهذه الصور العظيمة أيها الإخوة الكرام. فعليكم بهذه الركعات في حوائجكم، فاسألوا الله سبحانه وتعالى وادعوا معنا لمن يستعملها، عليه أن يدعو معنا لهذه الفائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.